ايه رايك نتكلم عن مامتك النهارده؟ تقدري؟ ما خدتيش الدواء ليه؟ هعمل كده. حاضر. لعدم انتظام الدواء ممكن يعمل لنا كارثه. عارف قد ايه هو صعب عليك زي ما هو صعب عليا. بابا صاحبتي عايزين نعدي. انا عارفه كل حاجه. عارفه ان امي ماتت من 5 شهور. ترى ابعد عني من فضلك. واحد قتلها ورمى جثتها في الميه. احنا نرجع للتخاريف دي تاني؟ ايه كل علب الدواء اللي عندك فوق دي بتعمل بيها ايه اصلا؟ انا مش عايز حد ياذيك يا ساسو. ساره ما حاولتش تاذي نفسها او تاذيك او تعمل اي تصرف متهور الفتره اللي فاتت. على الاقل انا هنا في امان، انا وابويا بس.